ما قلت يا فارس ايش موهبتك؟ انا موهبة التصوير وطورت نفسي فيها، وانت يا عبد الله ايش موهبتك؟ انا جربت الرسم وما لقيت نفسي فيه، لكن اكتشفت ان عندي موهبة الالقاء. القاء؟ القاء ذكرتني واحد عمره 10 سنين القاه مره رهيب اسمه عبد الملك. ايه ذكرته، اعتقد انه موجود معانا اليوم. عبد الملك، عبد الملك موجود؟ رحبوا معانا بعبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد الملك العسيري، حياكم في تيدكس، وهبني الله بموهبة الإلقاء، وأكيد كل واحد منكم عنده موهبة لازم ينميها ولا يستحقر أي موهبة مهما صارت موهبته، وأكيد إن نحافظ على موهبتنا ولا نحد لأحد غيرها. عبد الله، 90 البيض عجز يشيلها ليلك، ليلة نسى شعبك اللي حبك أفراحه، وانت الذي شلتنا بكفوف 90 شقيت بهمومنا والناس مرتاحة. يا كبر بقلوبنا حبك وتقديرك، يا باني الحب في صبحه مرواحة، يا جعل هالحب كله في موازينك، لو تنفدى كان جاك الشعب مرواحة. حي الوطن حي العلم حي سلمان، حي الذي بالحكم اقبل علينا، حي ولي العهد يا طير حوران، بيعت شعب وبحب فيها رضينا، والنايب الثاني بطل كل ميدان، ذابه الامجاد لا من حكينا. حي الزمان الذي حضر والذي كان، ملوكنا حكامنا منا وفينا، وارفع شعار العز في كل عنوان، دام لسنا من مجد حنا رقينا، فينا العهد باقي لسلايلك حيلان، ونغاب واحد مع اخوه ابتدينا، نبايعكم على السمع والطاعه.